أفضل طريقة اليوم حققناها ككتلة إصلاح أننا أعطينا ما حجبه الحكومة عن الشعب أعطيناه للشعب اليوم. سعادة النائب وخذنا قرار حكيم جريء يسجل التاريخ أنه قدمنا ولا نحسب حساب. والله ما حسبت حساب أني أكسب شعبية ولا غير شعبية. نعم. إلا رضا الله أولا. وهذا العدو الغاصب لا يجوز أن يكون له سلاح يضرب شعبنا ويقتل شعبنا اللي يوميا بيقتل نسائنا وأطفالنا وشيوخنا ورجالنا في فلسطين وينتكب المجازر ويعتدي على الحقوق والحريات وينتقد الشرعية الدولية والقانون الدولي ولأولو الصواريخ برؤوس نووية يحارب ويقاتل ونحن نمد يدنا. هذا عدو بيننا وبينه يا حكومة بلدي، بيننا وبين هذا العدو بحر من الدماء. نعم. بحر من الشهداء. ماذا نقول لعكاد مفلح العبادات؟ ماذا نقول لمشهور حديث الجازي؟ ماذا نقول لشهداء استشهدوا على باب العمود؟ ماذا نقول لشهداء معركة الكرامة؟ ماذا نقول لأبطالنا؟ يعني